قدمت قصة الفدائي ابن السويس عبد المنعم قناوي، اللي بعد نكسة 67 كان بعد النكسة كان مصوراتي، عنده شاب صغير وجه الكاميرا طول حرب الاستنزاف، بدأ يوجهها لمراقبة العدو، وبعد كده شارك في عمليات فدائية، كان من ضمن فرقة صائدي الدبابات، وقام ببطولات كبيرة جدا مع الجيش المصري. قدمت بعده قصة الست سيدة الكمشوشي بنت المنوفية، اللي وهي سنها 19 سنة اتخرجت من معهد التمريض في سن 19 سنة، جالها التكليف في السويس، والدها قال لها خاف عليها زي أي أب، خليك يا بنتي ده هناك حرب، ده بيقولوا كان حرب. قالت له هروح. راحت حصار المستشفى وفي حصار السويس، هي البنت الصغيرة اللي بتكسر الحصار عشان تجري تروح تجيب مية عشان تسقي وهي بتحكي العمليات اللي شافتها وشهدتها، بتحكي عن اللي أنقذتهم من الجنود ومن الأبطال اللي واحد منهم بعد كده بقى جوزها، بتحكي لما كانت طالعة تجري على أحد الضباط المصابين بكيس الدم، جه صاروخ على المستشفى، الضابط بقى يقول لها انزلي يا بنتي انزلي هتموتي، تقول له مش هسيبك أبدا. حكت حاجات الحقيقة مش عايزة فيلم وثائقي، عايزة فيلم درامي كبير. لما السبع دبابات دخل علينا يوم 24 10 الساعة 10 الساعة 10 صباح، المرضى بقى في واحد اسمه حسن باتر دراعه الشمال، راح مشور علينا قال بس ناولونا الأسلحة، بقينا أجيب السلاح وادتهوله، ما تعرفش طواه تحت باطه إزاي وهو مطور وبقى يضرب، دمر أول دبابة أول ما طلع، التاني جه وراه على طول، التاني كان باتر رجليه الاتنين وإيديه سليمة، رحت ماسكة سلاحه ومديهوله، جه اتنين يعني حالتهم متحسنة شوية، راحوا كل واحد ماسك سلاحه وداخل مدمرين السبع دبابات قدام المستشفى. ليا الفخر اللي أنا اشتركت في الحرب والله. ومن خلال الست سيدة اسمح لي فخامة الرئيس أستعير مصطلح حضرتك تحية لكل عظيمة مصر.